شكرا قناة شوف تي في، قناة الشعب المغربي بامتياز، الحمد لله تلقوها متوفرة في كل وقت وفي أي ساعة بغيتيها. الله يجزيكم بخير، تحية لكم من هذا المنبر. العفو أخويا، أخويا العزيز أش غادي نقول لك، هذه من 2022 الدعوة الأولى تدخلوا فيها الناس وتنازلت عليها، والثانية هي دابا في 2024، هذه دابا قبل رمضان، يعني في الوقت اللي كان فيها هذاك في البر. يعني اخويا العزيز انا جيت كنجيب غير السلعه باش نتصاوب غير الدار اللي كانت تضرب، فاش كنضرب الزلزال شقات لي الكوزينه، ريبت لها الدار وعاودتها لها، يعني شديت الرخصه ديالي وهذا. فاش كنجيب السلعه الا كنتفاجئ بها ما كيبغوش يحيدوا لي الكونغو من الطريق، كيخليوها ديما الطوموبيل ديالهم، يعني من نوع هادو جيراني يعني تيخلي عندك معاهم المشكل. ديجا عندي معاهم المشكل صالحنا، يعني وما كنهضرش معاهم، ديجا عندنا مشكل، يعني ما كيبغوش يحيدوا الكونغو لا ليا ولا الاخ ديالي، حتى ملي كيجيب طوموبيل غير زياره كيجيب غير شي حاجه كيبغي يحطها غير في الدار، هذا ما تيبغوش يحيدوا ليه الكونغو. لدرجه ان الدخان ديال الطوموبيل كيخنقنا في الليل، يعني كيطلقها في ديك الوقيته ديال الفجر كيديمارها تقريبا بزاف، يعني راه اللي يحسن العوال الام مريضه بالقلب كنتخنقوا، يعني خصك تخلي الباب محلول. يعني ذاك النهار ملي جبت السلعه كنت كنهضر مع جوج ديال الناس، يعني مع مول الكروسه راهم كانوا حاضرين، كنت كنهضر مع مول الكروسه وكنهضر مع الاخر مع واحد جارنا اللي تاهو ساكن حدانا، يعني قال لك ويجي عندي الولد، الولد ديالو سميت الولد ديالو جا لعندي، ياك علاش ما تعيطش عليا؟ قلت انا عيت من عيط عليك، عيت من نقولها لك، عيت من عيت من ناش راه كتشوف بعينك ديما. بدا تيغوت عليك، قلت له ما تغوتش عليا. واحد اللحظه كنشوف جاري تيقول له عندك عندك، وكيعطيني بالبنيه ضربني اللي فيه، طحت في الارض بدات الدميه كتسير، بدا كيدخل ليا بالركل هو في الاول بوحده. هذا الولد في الاول بوحديتو هرب، هربت للدار ديالنا، يعني فاش ديك الوقيته نتبقوا قود داك الحريق وكاك هربت بدا تيدخل ليا بالركل قدام الناس كتشوف، حتى شي واحد ما قدر يفرق، يعني المشكل اللي كتشوف فيه واحد ما قدر يفرق. هربت من داوي الاحتياجات الخاصه قصير القامه، وهربت للدار ديالنا. فاش هربت تابعني هو وخوتو الاخرين، هو واحد خوه وخوه الاخر واخته، هزيت واحد لي جرار رديتها جريت عليه، رديت جريت شيرت عليهم بها وحليت الباب، دخلت للدار عند الوالد ديالي على اساس انني كنسير بالدمايات، كان بكي قدام عيني شافني بحال هكاك، هو كيرجف مع هو مريض وزاد كيرجف بالسخاين، يعني الوالد ديالي باش غادي يتبعني؟ ما قليل الصحة، الأم اللي غادي تعاوني ولا شي حاجة ما كتشوفش، يعني خرجت هبطت غادي نديك لاري الجدرمي حتى كنلقاهم تبعوني. تبعوني في الطريق ضربوني غير في الدرب، في راس الدرب. عاوتاني نقز عليا ضربني بنص، طحت بداو تيشتفوا عليا، جات البنت كت بحال اللي كتدير راسها بحال اللي كتفرق، وهي كتزعفط عليا وكتزطم عليا وكتسميتو. هما أربعة بيهم، كذب عليك بقوة ديك العصا ما عرفتش شنو اللي فكني، لا والو، بقيت كنكالي غير على وجهي، اللي في الكرش اللي سميت بديت كنكالي غير على الوجه ديالي من تحت رجليهم، وانا تحت رجليهم كيعفطوا. مشيتي لابريكاد؟ مشيت لابريكاد كنجري، تنبكي بالدميات كتسيل، طحت حدا باب لابريكاد. صراحة في حق الله استقبلوني، يعني واحد الاستقبال استقبلني سيد سيد لجودان الله يجازيه بخير. عتقك منهم؟ لجودان ديال مدينة أكوري اللي جا جديد حاليا الله يجازيه بخير. يعني تدخل عتقوني عطاوني الماء شربت وبداو كيصوروني، يعني في واحد الحاله كنت حاله هيستيريا، ديك الساعه راه كنت في واحد الحاله هيستيريا، بداو كيصوروني يعني باش غادي نجاوبهم ما قدرتش، قالك خصك تمشي ضروري للبيطال، من بعد ما دير شويه دير شي اجي عندنا قيد الاقوال ديالك، اجيب شهاده طبيه ديالك واجي دير سميتو. قلت لهم صافي، كون راني نهبط كنتقطع وكنتكركب كنعيط على عين السلطه ما كيجاوبش. مشيت للوبيطال كندق في الباب كنلقى غير العساس خرج لي عندي مسكين، هو ديجا تيعرفني، يعني ديجا تيعرفني، مالك اخويا؟ قلت له شنو شنو عافاك عتقني بلومبيلونس؟ قالك اخويا انت كتشوف بعينك لومبيلونس هنا راه ما كايناش مخرجينها، واش دات شي حد؟ واش الله اعلم. يعني قلت له اخويا عافاك عيط لي، قالك خصك تعيط راه ما غير لابيلونس ما تديكش الا ما كانش عون، يعني العون ديال حي عيني الشي، يعني العضو ديال الحومه، العضو ديال الجماعه ديال الحومه. قلت له واخا الا عندك نمر تعيط عليه، عيط عليه. قال له راه فلان شنو قال له واخا الامبيلونس من دابا واحد شويه غتجي عنده، دابا انا غنعيط عليهم يصيفطوا له. يعني اخويا العزيز راه من السبعه، يعني لحنا في بلاد امة سيدنا محمد، لحنا في بلاد لحنا مسلمين من سبعه د العشيه يا تال 12 ديال الليل، وانا كنتسناو السم ديال البرد كنقفقف ببرد، ما جاتش الامبيلونس.
اقسم لك بالله كنهضر معاك مع هاد المنبر هذا، ما جاتش لومبيلونس اللي عندي، يعني لومبيلونس ما شتهاش كاع، يعني انا ما فهمتش لومبيلونس اللي من حقها تجي تعتقني تديني للطبيب في ديك الساعه في ديك الحاله قبل ما نموت او اللي يصير كنت وقعت لي شي حاجه، وكان شي ضربه كراف، يعني فين هي لومبيلونس؟ انا كناشد جمعيه حقوق المعاقين، يعني الا كانت شي جمعيه عندنا ديال المعاقين اللي هي صحيحه اللي غادي توقف معانا تحن علينا، يعني دائما الاستهزاء، دائما السخريه، دائما حشيه الهضره، هكاك صابر كنفوض الامر ديالي لله رغم اني عارف القضاء الا بقضاء الله.